بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم بكل خير. يوم جديد بنبلشه معكم بكل حب وتفاؤل. صباح الخير ساشا. صباح الخير إلى غيد، صباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين. حلقة جديدة من برنامج بصراحة اليوم الثلاثاء 25/6، عندنا مواضيع جديدة بتهم وبتمس المواطن بالدرجة الأولى. دقائق وبنكون معكم على الهواء مباشرة، خليكم معنا. صباح الخير من جديد، ومثل ما عودناكم راح نكمل متابعة قضاياكم وملاحظاتكم أول بأول، يلي بتقدروا تشاركوا كنا إياها عبر رقم البرنامج 0796000900. ومن 0796000900 رقم البرنامج لكل جمهورنا العزيز ومتابعينا عبر شاشة عمان تي في وراديو روتانا، لا تنسوا أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر منصاتنا للتواصل الاجتماعي ومن خلال صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام باسم عمان تي في أوفيشال والأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وصار بإمكان كل متابع أن يشاركنا من خلال خدمة الرسائل الصوتية برضو على نفس الرقم 0796000900. واليوم أنتوا دائما الأساس في إعداد حلقتنا وفي طرح مواضيعنا والملفات اللي بتهمكوا وبتهمنا، وصار بإمكانكم تزودونا بكافة الشكاوي وتصوروها من خلال هواتفكم وتبعثوا لنا إياها على مدار الساعة على نفس الأرقام الخاصة بالبرنامج. غيث، اليوم مواضيعنا متنوعة، رح نبدأ بأول موضوع، رح نحكي عن قرار هيئة قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من بداية الشهر القادم شهر 7. هاي التعرفة غيث رح تشمل سيارات الكهرباء، رح يكون في ثلاث فترات، فترة الذروة وقبل الذروة وما بعد الذروة. يعني تفاصيل كثير بالضبط، اللي عندهم سيارات كهرباء يمكن في عندهم كثير تساؤلات بهذا الموضوع. قبلها كان في عندهم القرارات الجديدة لاستيراد السيارات الكهرباء، وهلأ البلوة الجديدة بالضبط بقصة الكهرباء، فرح نتابع هذا الموضوع وتفاصيله. اللي فل من البنزين جيناك على الكهرباء. أيضا رح نتناول في خارج الخدمة الانتهاكات والابتزاز الوظيفي اللي بتعرض له معلمي المدارس الخاصة، وراح يكون معنا حالات لمعلمين عانوا من التظلم في ظل غياب الحلول. أما في فقرة شاهد رقمي راح يكون معنا زميلنا محمد الخرابشي من أحد المدارس التي سيتم فيها إجراء امتحان الثانوية العامة، عشان نقول لنا الجو العام للطلاب. اليوم كل الطلاب الثانوية بتوجهوا لامتحاناتهم، وإن شاء الله يا رب الله يوفقهم وينجحهم، واللي درس درس زي ما قلنا، وإن شاء الله كونوا ثقة بالله تعالى بإنكم إن شاء الله راح تقدموا ممتاز وراح تنجحوا وراح تبيضوا وجوهكم وجوه أهليكم بإذن الله. عندك توجيهي من قرايبك؟ لا، بس الله لا يضلع لهم تعب. لا ما عندنا توجيه هاي السنة، لا بس يعني كلهم أخواننا وأولادنا إن شاء الله. يا رب الله ينجحهم جميعا يا رب، آمين. بدنا نروح لجولة لأبرز عناوين الأخبار لهذا اليوم. عناوين الأخبار. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات. الأجهزة الأمنية تؤكد أن التحقيقات تسفر عن الوصول لموقع آخر أخفي به مواد متفجرة في أبو علندا. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 53. 146 ألف طالب يبدأون أول امتحانات التوجيه اليوم. البنك المركزي 2.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي للأردن خلال أول 5 أشهر من عام 2024. فقدان 21 ألف طفل بغزة والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة. كانت هاي أبرز عناوين الأخبار لهذا اليوم. بدنا نروح لفاصل صغير وراجعين لنكمل معكم فقراتنا وملفاتنا في برنامج بصراحة دقائق، وبنكون معكم على هو. بصراحة نصبح على كل اللي انضموا إلنا، ونحكي للي الآن طالع على دوامه سوق شوي شوي ودير بالك وإن شاء الله يعني توصل بالسلامة. كمان بدنا نصبح على زميلنا الأستاذ أحمد العوينات العم أبو مهدي بعد إجراء عملية تكللت إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله ترجع لنا سالم غانم. الحمد لله عليك. الحمد لله على سلامتك أستاذ أبو مهدي.
بدنا نروح على بيان الأمن العام اللي صدر يوم أمس حول قضية متفجرات ماركا الجنوبية، واللي أسفرت آخر التحقيقات عن الوصول لموقع آخر أخفي به أو أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا. الأجهزة الأمنية طوقت منذ صباح أمس وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استخدم لتخزين المتفجرات، وتم التعامل معها من قبل سلاح الهندسة الملكي، حيث تم تفجير المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري بكل حرفية عالية. صحيح غيث، يعني من خلال بيان الأمن العام حكت أنه عملية التخلص من هاي المواد المتفجرة كان بمنتهى الحرفية والمهنية، وهذا الإشي إحنا لمسناه، وما سجلت أي أضرار لا بأفراد قواتنا الأمنية ولا بالمواطنين المحيطين بالمنطقة. وكمان الأمن العام رجع عاد التأكيد على الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وما تلتفت للإشاعات على السوشيال ميديا، وهذا الموضوع يمكن كمان مبارح إحنا كنا بنحكي فيه تأثير الإشاعات على الموقف. بدنا نحيي جميع النشامة، بدنا نحيي أجهزتنا الأمنية، فرسان الحق، القوات المسلحة الأردنية على كل الجهد وكل الشغل وكل الحرفية العالية بالتعامل مع كل المحاولات للمساس بهذا البلد، وإن شاء الله أن الشباب واقفين بالمرصاد لكل من يحاول أن يمس أمن هذا البلد وأمنه الوطني. وقديش الأردن ساشا تعرض لمحاولات إرهابية وكلها باءت بالفشل بسبب يقظة أجهزتنا الأمنية وجاهزيتها العالية للتصدي لكل من تسول به نفسه لزعزعة أمن واستقرار الوطن. وإحنا بنقول من هذا المنبر إنه الأردن سيبقى صامدا شامخا شجاعا ويتصدى ببسالة وشجاعة للإرهاب وخلايان نائمة وإفشال كل مشاريع العابثين وكيد الظالمين، وكلنا واقفين لكم إن شاء الله بالمرصاد، الجيش والشعب والقيادة. أهم إشي بهاي المواقف وحدة الصف، وإحنا دائما واقفين مع أجهزتنا الأمنية. يعني الأردن مثل ما عرفوا الجميع رح يبقى عصي على كل من يحاول المساس بأمنه بسواعد وزنود جيشنا وأجهزتنا الأمنية المختلفة يلي قطعوا العهود والوعود أمام الأردنيين بالحفاظ على استقراره ومنع أفكار الضلال من أن تمس راحة أبناء هذا الوطن العزيز. وأكيد ما بدنا ننسى العهد الهاشمي اللي تعهد فيه جلالة سيدنا في اليوبيل الفضي بأن يبقى الأردن حرا كريما عزيزا آمنا مطمئنا. دام هذا الوطن عزيزا شامخا بهيا قويا، ودامت أجهزتنا الأمنية حماهم الله وشد الله من عزيمتهم. حيهم النشامة. سيبقى الأردن عصي على كل محاولات المساس بأمنه وسلامته، وزي ما حكينا ساشا بأنه دائما نشامة الجيش حريصين على الحفاظ على هذا الوطن، ودائما ما يفشلوا هاي المحاولات للعبث والمساس بأمن واستقرار هذا البلد. وين نروح؟ يلا على الصفحة الأولى. على الصفحة الأولى. الصفحة الأولى. في أولى فقراتنا رح نحكي ونوضح أكثر عن قرار هيئة قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من بداية الشهر القادم شهر 7، تعتمد على تقسيم اليوم لثلاث فترات زمنية، واللي هي خارج الذروة والذروة الجزئية ووقت الذروة. صحيح، هذا القرار بيشمل عددات شحن المركبات وقطاعات شحن المركبات الكهربائية والاتصالات وقطاع الصناعات المتوسطة والاستراتيجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي. يعني بعد ما المواطن لجأ للسيارات الكهربائية عشان يخفف من تكاليف البنزين، بلشت الحكومة تحط ضريبة عليها. خلينا نوضح القرار أكثر ونعرف نسبة الزيادة. بدنا نرحب برئيس مجلس مفوضي هيئة قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة. صباح الخير مهندس. صباح الخير أخي، صباح الخير أخ ساشا، وصباح الخير لمشاهدين عمان تي في. أول شيء نقول الله يحمي بلدنا من الضارين لهذه البلد، وظلها دائما بقيادة الهاشميين محمية وآمنة دائما وأبدا. دائما يا رب. مهندس، يعني لو بدنا نحكي عن القرار اللي صدر من هيئة قطاع الطاقة والمعادن، بدنا نعرف من خلالك يعني تفاصيل أكثر عن هذا القرار، مين بيشمل، كم راح تكون نسبة الزيادة؟
أولا ستي العزيزة ما في زيادة، حلو. هي عملية تنظيمية. تنظيمية تمام. أخذ قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من 1/7 على بعض القطاعات، والقطاعات هي الصناعات الكبيرة والصناعات الاستخراجية والصناعات المتوسطة وشحن المركبات بشكل عام والاتصالات. نعم. وقسمت هذه عملية تنظيم الفترات اعتبارا من الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 2 ظهرا، هي فترة خارج الذروة والتي يكون بها سعر الكهرباء أقل من فترة الذروة الجزئية وفترة الذروة. ومن الساعة 2 ظهرا ولغاية الساعة 5 عصرا فترة الذروة الجزئية، ومن 5 عصرا ولغاية 11 ليلا هي فترة الذروة، من 11 ولغاية 5 فجرا هي فترة الذروة الجزئية. اليوم القطاعات اللي شملتها هي مجموعة القطاعات اللي حكيتها قبل شوي. نعم. ولو حكينا مثال على الصناعات أكيد راح يستفيدوا من الحوافز، لأنه راح يكون في فترة خارج الذروة السعر أقل من التعرفة الحالية. نعم. وإذا اطلعنا أنه ممارسة العمل، وبعد إحنا ما اطلعنا على المصانع الموجودة في الأردن، أنه الدوام بالمصانع يباشر من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 4 عصرا. نعم. وهي بنسبة كبيرة من المصانع الموجودة في الأردن. لو ما بده يرحل أو يشفت، أو أنه إذا قلنا في عندنا مصانع تشتغل على مدار الساعة، فهو راح يظل لما يحسبها تعرفة جزئية وتعرفة خارج الذروة وتعرفة ضمن الذروة، فراح يظل على نفس المتوسط الحالي. لو جينا على شحن السيارات واللي انت حكيت، هو هذا السؤال، يعني اجانا كثير تساؤلات عن هذا الموضوع. غيث انت حكيت انه الدوله حطت ضريبه. نعم. والله انا ما حكيت، والله الناس اللي بيحكوا لنا يا مهندس. سيدي لازم نوضح للناس طبعا. احنا كمان من خلالكم انه اليوم احنا تعرفه شحن المركبه موجوده في تعرفه للمنازل وفي تعرفه للمحطات العامه. صحيح. اليوم أغلبية الناس بتشحن سياراتها بالليل. صحيح. في بتطور التكنولوجيات بإمكاني أني أنا أربط شحن السيارة وشغله من خلال تليفوني. نعم. بالأوقات اللي بتكون فيه التعرفة فيها حوافز. واحد، لو قلنا من الساعة 11 بالليل للساعة 5 الصبح، هاي تعرفة جزئية وراح تكون قريبة من التعرفة الحالية، أو ممكن أقل أو زيادة بسيطة لا تذكر. الشغلة الثانية، بإمكانه يظل رابط من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 يشحن سيارته على التعرفة المحفزة اللي هي خارج الذروة. كديش بتكون التعرفة، قيمة التعرفة مهندس؟ لغاية الآن إحنا ما وضعنا أسعار، لكن لو قلت أنا التعرفة اللي ضمن الذروة راح تكون الارتفاع بسيط جدا، ما راح يشعر فيه صاحب المصنع أو المواطن. نعم. لشحن السيارة الأقل، التعرفة اللي خارج الذروة راح تكون برضو أقل من التعرفة الحالية بنسبة تصل إلى 10% 12%. ضمن الذروة الجزئية ممكن تكون نفس التعرفة الحالية أو أقل شوي. نعم. فأنا بصراحة اليوم في زي ما يقولوا هجمة إعلامية أنه راح يرفعوا الكهرباء. أنا بحكي من خلالكم، لا يوجد رفع الكهرباء اليوم. القطاعات المشمولة لا يشملها في الوقت الحالي القطاع المنزلي. أول تجربة كانت بشكل اختياري على هذه القطاعات منذ عام 2023، وطبقنا إحنا كهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مستخدمي السيارات الكهربائية. نعم. لموظفينا في الهيئة. نعم.
يوجد في الهيئة شواحن مركبات تم استخدامها من قبل موظفين واستفادوا من عملية الشحن في فترة خارج الضرورة. نعم. طيب هذه الخطة راح تطبق بعدين على المنازل سيدي؟ اليوم احنا اخذنا هاي القطاعات، هاي ممارسات عالمية موجودة في كل دول العالم، في ناس بأخذها بفترات يومية، في ناس بأخذها بفترات فصول، يعني مثلا فصل الصيف له سعر، فصل الشتاء له سعر، فصل الربيع له سعر، فصل الخريف له سعر. احنا اليوم اخذنا هاي القطاعات مع راح مع بداية العام يدخل قطاعات جديدة، لغاية الآن لم يثبت انه القطاع المنزلي معهم، لكن بالنهاية ما يعني خلال الأعوام القادمة سيشمل كل القطاعات. نعم. حتى القطاع المنزلي. طب ما الداعي او ما السبب لهذا القرار سيدي؟ سيدي اليوم تعرف المرتبطة بالزمن، دوري اني انا عندي نظام كهربائي، الحمد لله نظام الكهربائي عندنا قوي، في موجات الحر الحالية والقادمة إن شاء الله أنه نكون قادرين على إيصال الخدمة لجميع المشتركين. هي عملية تنظيمية فقط، لا هي مش الهدف منها. طيب إذا قلنا أنه الفكر أنه الحكومة اليوم بدها ترفع أسعار الكهرباء، طب ليش أنا خفضت في فترات الـ 18 ساعة الجزئية والخارج الضروة؟ نعم. ليش ما عملت سعر واحد وخليتها طول النهار طول اليوم 24 ساعة؟ طب مهندس، امبارح كنا نتحدث مع المعنيين في قطاع السياحة، وكانت أكثر شكواهم بأنه تكاليف الطاقة عليهم مرتفعة، والكل بيحكي أنه هذا القرار راح يأثر على جذب الاستثمارات، ما تعليقك على ذلك؟ سيدي العزيز، في عام 2022 تم إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بشكل عام لكل القطاعات، وقطاع السياحة بالذات استفاد من هذه التعرفة وكان له حافز أقل، وتعرفته أقل من 10 قروش. اللي بدي أسأله، هل كان في أثر إيجابي للمواطن لما خفضنا التعرفة عليه بمعدل قرش عما كانت عليه سابقا أو أكثر حتى؟ هل كان لها أثر من خلال عام 2022 لغاية تاريخه، ولما أنا أروح على فندق وكذا هل تم تخفيض الفاتورة علي؟ إذا يعني بالعكس، أنا أقول اليوم قطاع السياحة بالذات لأنه شغال على نظام الكهرباء تكييف وغيره راح يستفيد بالمدار 18 ساعة بالفترة الجزئية والفترة خارج الذروة، فبظل عنده هو فترة البيك اللي هي 6 ساعات. نعم. مهندس زياد، يعني احنا بدنا نستسمح من حضرتك تضل معنا بس لانه مضطرين نطلع لفاصل وبنرجع نكمل حديثنا معك. ماشي ستي، بامرك. فاصل وراجعين. صباح الخير من جديد لكل المستمعين والمشاهدين، ما زلنا مستمرين بالحديث عن قرار هيئة قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة في الأردن، وما زال معنا المهندس زياد السعيدة. مهندس صباح الخير من جديد. يبدو أنه فقدنا الاتصال. طيب راح يرجع الشباب المهندس زياد السعيدة. يعني غيث كان بيحكي عن تقسيمة فترات معينة وفترات ذروة وخارج ذروة وتحديدها بأوقات محددة. بالضبط قد ايه رح تأثر على أسعارها، قد ايه رح تتأثر الناس فيها، قد ايه رح تتأثر الصناعات. يمكن رجع معنا المهندس زياد. مهندس صباح الخير. صباح الخير شكري. مهندس، يعني كنا بنحكي قبل الفاصل عن فترات الذروة وخارج الذروة والذروة الجزئية، ذكرت لنا عن تفاصيل الذروة بس ما عرفنا من حضرتك قد ايه ممكن تكون نسبة الزيادة، وكمان يعني الفترة اللي راح تكون خارج الذروة هل راح تكون نفس السعر الحالي ولا راح تكون اقل؟ خارج اول شيء الاسعار احنا قيد الدراسة. نعم. يعني من هان لنهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم بتكون صادرة. بس خارج الذروة راح تكون أقل ب 10-12%. يعني حكيتها قبل الفاصل. طيب مهندس، راح تكون أقل، وإذا وضمن الذروة
ما راح تكون بهاي النسبة الزيادة. هل هذا سينعكس على ارتفاع السلع؟ يعني احنا بنتحدث على اوقات مختلفة، ولكن السؤال اللي بيصلنا الان من الواتساب سيدي اذا سمحت من احد المواطنين، كم يستخرج الاردن من الكهرباء وكم قيمة استهلاكنا؟ يعني احنا بنستخرج 6.2 ميجا وات ونستهلك 3.2 ميجا وات بالذروه، تصل الى 4 ميجا وات. هل هذا الحكي نعم. صحيح؟ هل هذا التنظيم يؤدي الى زياده السعر؟ لن يؤدي الى زياده السعر. اثنين، اليوم انا عندي طاقه شمسيه زائد طاقه تقليديه، فهو حكى عن توتال. اليوم الاعتماديه الاكبر على الطاقه التقليديه. تمام. حتى اكون افيلبل 24 ساعه. نعم. وبالتالي اليوم انا حكيت لك مثال على القطاع الصناعي. انه اغلبيه المصانع بتداوم من الساعه 7 للساعه 4. راح تستفيد من فتره خارج الذروه، كونه راح يكون سعر الكهرباء اقل بنسبه 12% في فتره خارج الذروه. من 10 ل 12 ل 15 لسه ما بين معي. وفي الفترة الجزئية راح يكون مشابه أو نفس سعر التعرفة الحالية. وفترة خارج فترة الذروة راح يكون بارتفاع بسيط جدا. نعم. اليوم لو ما نقل أحماله اللي بيشتغل 24 ساعة وظل يشتغل على نفس نمطه، فهو راح تظل تعرفته على نفس المتوسط الحالي. مين المستفيد من خارج الذروة سيدي؟ مين المستفيد من خارج الذروة؟ نعم. كل القطاعات. كل القطاعات؟ نعم. كيف؟ لا، لما أنا بحكيت لك مثال من الساعة 7 للساعة 2، هذول فترة خارج الذروة. طيب. وسعرها راح يكون محفز. نفس السعر القديم؟ أقل من ذلك. نعم سيدي. طيب رضوان النعسان بسأل سيدي، كيف الأسعار أيام العطل كونها عملية تنظيمية؟ كيف أيام العطل؟ يعني أيام الجمعة والسبت. نعم. اليوم هاي بشكل يومي هيك التعرفة راح تكون العملية عملية تنظيمية. نعم. مربوطة بعدادات ذكية، بنية تحتية جاهزة لهاي القطاعات، وتتبدل الأسعار بالأوقات اللي ذكرتها. يعني هل الاوقات تشمل كل الايام وعطل وغيره؟ كل الايام. طيب مهندس، يعني اليوم الكل بيسعى انه يخفف من تكلفه الطاقه، ومثل ما بنعرف انه الاردن بينتج طاقه اكثر من احتياجه، يعني صرنا نصدر لدول مجاوره منها فلسطين. صحيح. والعراق ومصر، وكمان في عندنا مشروع ربط كهربائي مع لبنان قيد التنفيذ. ليه اسعار الكهرباء مرتفعه سواء المنزليه او غيرها؟ مين بيحكي انه الاسعار مرتفعه؟ اليوم انا اول شيء ما عندي فائض بالكهرباء. هي عمليه انا لما اكون مش بحاجه لكميه الكهرباء هاي بقدر اصدرها لفلسطين بسقف معين باتفاقيه معينه. اليوم احنا عندنا ربط مع فلسطين مع مصر، وباشرنا قبل فتره مع دوله العراق. نعم. الفائض اللي بيحكوا عنه انا بقول لا يوجد عندي فائض، لاني انا مطلوب مني اوفر كميه طاقه لكل المشتركين بكل الاوقات. نعم. فاليوم بحتاج 2000 ميجا، بكره ممكن احتاج 4000 حسب الاستهلاك وحسب الطلب. لكن لازم اظل موجود باي وقت حسب احتياج المشتركين بالبلد. طيب مهندس، يعني في استفسارات قاعده بتيجينا، من ضمنها بقول لك في معلومات بتحكي انه اي شخص عنده سياره كهرباء لازم يروح على الترخيص ويكون عنده ختم من هيئه قطاع الطاقه، هل هذا الكلام صحيح؟ لا ستي العزيزه، كنا اللي بده يركب عدات شحن مش على الترخيص. نعم. اللي بده يركب عدات شحن لمنزله لازم ياخذ موافقه هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن، ومن ثم يذهب الى شركه الكهرباء لتركيب العدات. كنت تتحدث عن الفائض مهندس؟ الترخيص ما مش موجود. مش موجود. طيب كنت تتحدث عن الفائض وللدول المجاوره، كم السعر الذي يباع فيه للدول المجاوره؟
يعني ما عندي رقم. شركة الكهرباء الوطنية هي المشغل للنظام الكهربائي، وهي اللي بتربط مع الدول المجاورة. طيب فيما يتعلق كمان، يعني متى راح تتخذوا قرار بتخفيض أسعار الكهرباء؟ يعني آخر 10 سنوات ما صدر أي قرار بتخفيض الأسعار المتعلقة بالكهرباء، بالعكس المواطن كل ماله بتزيد شكوى من كلف الطاقة المرتفعة، سواء قطاع صناعي استثماري حتى القطاع منزلي. المنزلي أي. أخ غيث، ب1/4/2022 أخذت الحكومة قرار بإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية، وتم تخفيض الكهرباء على القطاعات الإنتاجية وتنظيم القطاع المنزلي. اليوم في عندنا القطاع المنزلي في تعرفة مدعومة، تعرفة غير مدعومة. التعرفة المدعومة للأردنيين، كل من لديه دفتر عائلة ورقم وطني هو تعرفته مدعومة وبأسعار مخفضة. والتعرفة الغير مدعومة للغير أردنيين. القطاعات بجميعها تم تخفيض التعرفة عليهم من 1/4/2022، التجاري والصناعي والسياحي والصحي، كل القطاعات حتى الزراعي. اليوم كلفة التعرفة على الزراعي 5 قروش، وأنا كلفة النظام الكهربائي واصلة للمشترك تتكلف 12 قرش. لا خفضنا الكهرباء خلال 10 سنوات الماضية، ولكن هذه النسب يعني غير مقنعة بالنسبة للمواطن، بالنسبة للي بيصلنا من خلال المسجات وتواصل الناس معنا بأنه لم يشعروا بهذا التخفيض، وإنما دائما الشكوى متجهة بهذا الارتفاع. نعم، أعطيك مثال على تعرفة القطاع المنزلي المدعوم والغير مدعوم. نعم، اليوم اللي تعرفته مدعومة بتبلش بخمس قروش، صحيح. الغير مدعوم بتبلش 12 قرش. الفرق قد ايه؟ 120%. نعم. بشكل مبسط احكي. ولا وكان بالعكس، احنا كانت ردة الفعل انه فعلا هاي التعرفة نجحت واستفاد منها المواطن الاردني. نعم. طيب مهندس، كثير الحكي دائما عن الفاقد ومعلومات تتعلق بالفاقد الكهربائي وين بروح، ودائما بتحمله المواطن، هل هذا الكلام صحيح؟ سيدي العزيز، اليوم الفاصل بين المواطن وعملية الاستهلاك العداد اللي موجود ببيت المواطن. بهيك بطريقة عادية تضوي الضوء بيعد العداد، ما بتضوي الضوء ما بيعد العداد. الفاقد يتم وضع سقف من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء، وإذا تجاوزته يتم تغريمه. نعم. المواطن لا يتحمل كلفة الفاقد. المواطن لا يتحمل ذلك. نعم. طيب شكرا لك مهندس زياد السعيدي، رئيس مجلس مفوضي قطاع الطاقة والمعادن، شكرا لك على هذا الحديث وهذه المداخلة فيما يتعلق بالقرار المتعلق بزيادة التعرفة الكهربائية. كنت معنا في اتصال هاتفي، يعني المسجات كثير بتصلنا، صحيح. على الواتساب بتتعلق بهذا الموضوع، يعني نتمنى انه تكون هاي التقسيمات اللي صارت هي بمصلحة المواطن. معنا اتصال من أحد المواطنين. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد، يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يسعد صباحكم والبرنامج. شكرا لكم على طرح المواضيع. تعرفنا بحضرتك سيدي. أنا اسمي عامر صمادي من أربد. أهلا وسهلا. يا سيدي، زي ما بيحكي ضيفك الكريم انه ما في ارتفاع على كلف الكهرباء. انا مواطن ركبت طاقه شمسيه قبل 4 سنوات، على اساس اساعد نفسي اولا، ونساعد البلد في تخفيض وانتاج الطاقه الكهربائيه. نعم. فانا ركبت نظام كلفني حوالي 3000 دينار،
تفاجأت بعد ما ركبت النظام كانت المقطوعية 5.5 دنانير. فجأة هيك بدون سابق إنذار ولا أي معلومة صارت المقطوعية تقريبا 13 دينار 13 دينار 90 قرش. فبطلع الفاتورة حاطين لي 7 دنانير و20 قرش خدمات أخرى. شو هاي الخدمات الأخرى؟ وليش ما يعني يوضحوا للمواطن اللي بده يركب طاقة شمسية؟ أنا كنت أدفع 5.5 دنانير والمقطوعية الآن صارت 14 دينار. يعني اللي بده يركب طاقة شمسية راح يدفع ثمنها أضعاف من خلال الضرائب اللي تنحط، وما بنعرف شو معناها. يعني ضرائب أخرى 7 دنانير و20 قرش ضرائب أخرى. يا ريت من ضيفك الكريم إذا عنده معلومات بس يقول لنا شو هي الضرائب الأخرى أو الخدمات الأخرى اللي تتعلق باللي مركبين طاقة شمسية. نعم طيب، شكرا عامر صمادي، راح نجاوبك على تساؤلك إن شاء الله من خلال شباب تواصلوا مع المعنيين في هيئة الطاقة والمعادن، لأنه فعلا لازم نعرف جواب على ماذا تعني هذه الخدمات الأخرى يعني التي تفرض بالضبط من 5 إلى 14 دينار. رقم كبير. وإحنا مبارح كنا نتحدث عن قطاع السياحي وقديش اليوم بيعاني. يعني أنا ما بعرف، مش شايفين بأنه هذا الوقت هو الوقت المناسب لحتى نرفع ضرائب ونرفع أسعار، خصوصا في متعلق بموضوع الكهرباء. المهندس حكى بأنه ما راح يأثر على الصناعات وما راح يأثر على الناس وعلى الإنتاجية وما راح يزيد من السلع، لأنه خارج الذروة، موضوع الذروة يعني. أنا ولكن مش عارفة كيف آلية تطبيقه ممكن تكون في البيوت. يعني البيوت ست البيت بدها تخسر تستنى والله هذا وقت الذروة ولا لا؟ والله جاية ولا خارج الذروة، ما بعرف جاية صراحة. بدنا نصبح على رضوان النعسان، نقول لك يسعد صباحك يا رضوان. نصبح على أبو الشايش كمان، نقول له صباح الخير، وكل اللي بتواصلوا معنا من خلال الواتساب. بدنا نروح لفاصل صغير مشاهدينا ومتابعينا، وراجعين لحتى نكمل باقي ملفاتنا في برنامج بصراحة. فاصل صغير وراجعين. بصراحة صباح الخير من جديد، بنرحب لكل اللي انضموا لنا ضمن حلقة برنامج بصراحة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن. المهندس زياد السعيد تحدث بأنه هذا ما راح يعني ينعكس على ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، ولكن احنا خلال الفترات الماضية يعني مجرد ما ارتفع سعر البنزين كم قرش لاحظنا بشكل مباشر قديش انعكس على أسعار السلع، وقديش التجار رفعوا، وقديش الكلف الطاقة المرتفعة على المشاريع الاستثمارية. وإحنا دائما نتحدث اليوم عن جذب الاستثمارات، اليوم عن إعطاء مساحة أكبر وتخفيف عن المستثمر حتى يجي على بلدنا ويشتغل ويشغل أولاد هالبلد، ولكن إحنا كل ما فينا بنزيد من أسعار الضرائب، بنزيد من أسعار التكاليف والأعباء على الناس والمستثمرين، ويعني حالة غريبة. طيب مشاهدينا ومستمعينا من جديد مستمرين معكم، بدنا ننتقل الآن لفقرة خارج الخدمة. خارج الخدمة. خارج الخدمة. في خارج الخدمة اليوم راح نحكي بشكوى وصلتنا من إحدى معلمات المدارس الخاصة. راح نفتح ملف معلمات ومعلمي المدارس الخاصة، انتهاكات وهضم لحقوقهم، أبرزها تدني الرواتب والتلاعب في العقود مع تجاهل سنين الخبرة. بالرغم غيث من توقيع المعلمات في بعض المدارس الخاصة على عقود عمل تضمن الحد الأدنى للأجور، إلا أنه العديد من أصحاب المدارس الخاصة بيدفعوا أجور أقل من المنصوص عليها في العقد. تخيل أنه يعني في قصة سمعتها أنه المدرسة اللي بتشتغل فيها أحد المعلمات كانوا حاطين في العقد 260 دينار عشان تضمن المدرسة أنها ما تتخالف، ولكن في المقابل أول ما ينزل الراتب بيجبروها أنها تعطيهم الراتب عشان يعطوها بس 160 دينار وياخدوا الباقي. واللي بتتعرض له هاي المعلمة يعني أو اللي بتنتقد أي تصرف من المدرسة بيجبروها أنها تقدم استقالتها. القصص طويلة ومتنوعة ومختلفة، ويعني سمعنا قصص بتشيب شعر الراس في هاي الانتهاكات، خصوصا في الحقوق العمالية المتعلقة بالمعلمات تحديدا بالمدارس الخاصة. وإحنا لما نحكي عن المدارس الخاصة مش عم نحكي عن المدارس الكبيرة، هذيك
قصة أخرى تتعلق بالتعليم والمخرجات المتعلقة بالتعليم، ولكن في بعض المدارس فعلا تضغط بشكل كبير. وما بستغرب أنا ساشا، يعني شخصيا سمعت قصة أنه في بعض المدارس بتحجز بطاقات الصراف الآلي للمعلمات لضمان إعطائها جزء من الراتب واسترداد الباقي. يعني هي بتشتغل بس بطاقة الصراف الآلي مع المدرسة. يعني الشكوى اللي وصلت من إحدى المعلمات اللي على أساسها طرحنا هذا الموضوع اليوم، إنه المدرسة اللي كانت تشتغل فيها أنهت عقدها بعد انتهاء العام الدراسي عشان تتجنب تدفع لها الراتب خلال العطلة الصيفية أو فترة الشهرين أو ثلاث شهور العطلة. راح نسمع قصص كثيرة من معلمين ومعلمات تعرضوا للظلم، وراح نناقش الموضوع علنيا مع المعنيين لعل وعسى نوصل للحل. بدنا نتحدث أكثر ساشا أكيد، غاية ما نحكي أكثر بالموضوع مع الصحفي عصام مبيضين. صباح الخير. يا صباح النور. كل عام وانت بخير. يعني احنا ما انتقينا من قبل العيد. وللمشاهدين والمستمعين للأستاذ غيث، وكل عام وانت بخير عليكم. وانت بألف خير. يعني أستاذ عصام، موضوع الانتهاكات بحق المعلمين في المدارس الخاصة، وإحنا لما بنحكي المعلمات لأنه نسبتهم أكتر، إحنا بنحكي 89.2% من المعلمين في المدارس الخاصة هم من المعلمات. ذكرنا بعض القصص وفي غيرها الكثير. شو المشاكل اللي لسه قائمة؟ يعني خلينا نحكي بأبرز المشاكل اللي بتعرضوا لها أستاذ. يعني أنا بالبداية إذا تسمحونا، إنه منذ سنوات طويلة عملنا في القطاع الإعلام ولا زالت هذه المشكلة قائمة. صح. رغم مرور كل الحكومات. صح. يعني مثلا كانت انطلقت حملة بداية، حتى نعيد الذاكرة نرجع إلى الوراء، بعام 2015 حملة مع المعلم عن هذه الانتهاكات اللي هي مكررة، أصبحت طبعا معروفة للجميع، اللي هي طبعا استلام الرواتب، عدم الاشتراك بالضمان، عدم إجازات الثلاثة أشهر في العطلة الصيفية لا تحسب، الراتب يعطى للتعامل مع القانون طبعا في بعض المدارس الخاصة حتى نكون منصفين. أكيد أكيد. والراتب يكون إنه أقل. هذه المشكلة طبعا ازدادت، لأنه منذ بداية التسعينات زاد عدد المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية، ونتحدث عن حوالي يمكن 42 ألف معلم في المدارس الخاصة تقريبا، أرقام كبيرة جدا. طبعا المدارس الخاصة حتى نكون منصفين ممكن تصنف إلى ثلاث أصناف، يعني مدارس تعطي رواتب عالية جدا، ومدارس طبعا منتصف، ولكن بعض المدارس اللي هي إمكانياتها محدودة جدا والظروف تعطي رواتب مثل ما تفضلتوا من 150 إلى 250 دينار، وأحيانا لا يستلم الراتب. إذن هذه المشكلة جديدة قديمة. الأمر اللي خلاها معلقة في الهواء إنه وزارة التربية والتعليم لم تتدخل، ليس لها من صلاحيات في هذا الموضوع نهائيا. طب مين صاحب الاختصاص فعلا؟ وزارة العمل مثلا اذا استعرضنا الشكاوى للعام، انه حجم الشكاوى كبير جدا. الشكاوى العام بخصوص الاجور 600 شكوى وزارة العمل العام الماضي، هذا بس فقط ما يتعلق بالاجور. اذا هذه مشكلة ليس لها يعني ليس لها جهة معنية فيها. وزارة التربية والتعليم لا، ليس لها علاقة بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. هؤلاء المعلمين والمعلمات يعني يطرحون الشكوى، ولكن ليس هناك جهة مسؤولة لحل هذه المشكلة، نكون صريحين. طب كيف هو الآن اتفضلت وحكيته أنه مشكلة الرواتب؟ لا، هناك مشكلة أخرى، أنه هذه المعلمة بهذا الراتب المحدود وعدم إعطائها حقوقها وعدم إعطيها أي شيء تنعكس على الطالب طبعاً. الذي تعطيه الدروس، كيف يكون إذا نتحدث عن أجيال كبيرة جدا، كيف يكون مستواهم بهذه الرواتب وهذه هضم الحقوق المتنوع؟ هذه النقطة بدنا نستعرض، سنستعرض كثير من المعلومات. حالات أستاذ عصام، وبدنا نروح لبعض هاي الحالات اللي تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم من قبل بعض المدارس الخاصة. معنا أول اتصال مع مها السويلم. صباح الخير أستاذ مها. هلا صباح الخير. يا هلا ومرحبا أستاذ مها. يعني أنت كنت بمدرسة خاصة، تحكي لنا ماذا تعرضتي في هذه المدرسة، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المنصوصة والحقوق العمالية من حقك؟ أنا والله اشتغلت فيها تقريبا بس 3 أشهر، لأني ما قدرت أتحمل إني أكمل.
شو اللي صار؟ اللي صار إنه أول إشي الراتب كان كتير قليل، وأنا كنت أدور على خبرة، فكان الراتب يعنيها يعني شوية. كم الراتب؟ كان الراتب تقريبا 130 دينار. 130 دينار؟ وبالعقد هيك كانت مكتوبة؟ ما في عقد أصلا. أوكي. ما في عقد، ما في ضمان، ما في تأمين، ما في إشي. حتى لما كان يجينا زيارة من التربية، يعني ناس كانوا يجوا من التربية عشان يشيكوا على المدرسة على الطلاب كذا، كانت المديرة نفسها تطلب معلومات، ما يحكوا لهم معلومات. ما يحكوا لهم معلومات. شو كانت تطلب منكم تحكوا؟ متدربات؟ إشي متدربة، إشي معلمة باص. زي هيك. غير طبعا معاملة المديرة السيئة جدا 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 للمعلمات وللطلاب. يعني أنا كنت أدرس روضة KG1 KG2، كانت تتعامل الطلاب معاملة يعني ما بوصف لك إياها، ما بتتعامليها مع ولد بالشارع. حاولتي تشتكي؟ حاولت أشتكي طبعا. شو كانت النتيجة؟ ولا إشي. لأي جهة توجهتي؟ والله أنا بس تركت، طلبت منهم شهادة خبرة عشان يعطوني المكان اللي أشتغل. ما أعطوني، فرحت اشتكيت لوزارة العمل. تمام. شو كان الرد؟ بس أعطوني شهادة خبرة. طيب شو الرد؟ بس أعطوني شهادة خبرة، ما كان في رد ولا أبداً عايز. ما كان في تحرك ضد ال. لا 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 لا. أنا توقعت يعني يصير إشي، يروحوا مثلاً على الروضة يتخذوا إجراء بالإدارة. أبداً ما في إجراء. زميلنا الأستاذ عصام حاب يسألك سؤال إذا سمحتي. صباح الخير أختي. أنا حاب أسألك إنه من اطلاعك أو جولاتك بالمدارس الخاصة، قديش الظاهرة منتشرة؟ يعني إنه معلمات نفس هضم الحقوق اللي أنت بتحكي عنها، الرواتب، عدم إشراك الضمان، ساعات عمل بالعطلة الصيفية، مختلف الانتهاكات، منتشرة يعني من اطلاعك؟ هلا أنا بالنسبة إلي، أنا إلي كثير صحبات اشتغلوا مدارس خاصة، بشوفهم كثير مبسوطين، يعني ما عندهم أي مشكلة. ما رجعت اشتغلت انت يا مها بمدرسه بعد هيك؟ انا رجعت، انا اشتغلت على الاضافي. مدرسه بالحكومه. طبعا فرق شاسع بين الحكومه وبين الخاص. بس الاضافي اذا بتسمحوا لي، الاضافي ايضا ما في ضمان اجتماعي، ما في عقود ايضا، كنا بدنا نحكي عنه هذا الموضوع، انه ما في ضمان اجتماعي رغم انه لوزاره التربيه والتعليم وهو محدد بمده مثلا معين. وما في ساعات، ما في رواتب، يعني امتيازات زي الوظيفة العادية، يعني هذا حقوق حتى وانت أعتقد يشمل الضمان. والله أتوقع لا بيشمل. بيشمل الضمان. بيشمل الضمان. أنا بعرف إنه لا يشمل. ما بعرف. بلا يشمل. الراتب الإضافي 260 دينار. مع الضمان وبيصفي 242. طيب أستاذ مها سويلم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. زي سمعنا يعني راتب متدني 130 دينار، حتى يعني لم يرتقي إلى الحد الأدنى للأجور. بدنا نروح بس لفاصل صغير ونرجع نكمل ونسمع لقصص تتعلق، مش محزنة كمان، يعني شيء أنت حكيت يمكن بالبداية إنه قديش بمجالنا العمل الصحفي كل يوم نسمع هاي المشكلة، ما حدا بدون حل، هاي المهم حل من 20 عام بدون حل. طيب خلينا نروح لفاصل صغير وراجعين. صباح الخير من جديد. كان معنا قبل الفاصل الأستاذة مها سويلم، وتحدثت عن الشكوى المتعلقة بقديش كان راتبها لما كانت بالمدرسة الخاصة. كان راتبها يا أخوان 130 دينار، يعني حتى لم يرتقي إلى الحد الأدنى للأجور اللي هو أصلاً 260 دينار. أنا ما بعرف كيف الناس عايشة ب 260 دينار. 130 دينار كان تأخذ راتب، يعني هو يدوب شو بدي والله، حتى مواصلات ما بكفيها على المدرسة، ولا حتى 260 دينار بتكفي. هذا موضوع آخر، يعني راح نفتح صح. ملف الحد الأدنى للأجور وكيف اليوم يتم تحديد هاي النسبة وما علاقتها بالتضخم والرواتب المتدنية. معنا اتصال آخر من أحد من المعلمين، يوسف أبو هنيدي. صباح الخير يوسف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يوسف، يعني احكي لنا تجربتك اللي تعرضت لها بالمدارس الخاصة. والله هو أنا بالنسبة لأختي كانت معلمة بإحدى المدارس الخاصة. طبعا هي كانت عقودها أقل من سنة، السنة كاملة طبعاً عشان ما يعطوها بالعطلة راتب. العطلة ما يعطوها، معروف. كم مدة العقد؟
سنة، أقل من سنة، 10 أشهر يعني. شهر 7 و 8 ما كان يحسبوا لها رواتب. هي فترة العطلة الصيفية. العطلة الصيفية دائما هذه خارج الحزب. أوكي. فقعد السنتين، فبعد السنتين طلع أختي بالديوان السجل الامتحان إنها تقدم عشان تتعين بوظيفة حكومية. فطلعت قدمت الامتحان الحمد لله نجحت، طلعت لها وظيفة. فأجوا عليها المسؤولين قالوا لها إحنا مستعدين نعطيك 500 راتب بتضلك عندنا. فأنا بالنسبة لي إني شغال في القطاع الخاص نصحتها إنه ما في أمان وظيفة في القطاع الخاص خصوصا المدارس الخاصة، وأنا بعمل إحدى المدارس الخاصة. فقلت لها لا. فهسه هم بدايبوا على المعلمين بالنسبة الجزئية هاي بدها تدفع نسبة العقد المتبقية من الشوك 50%. كيف يعني بالله يوسف؟ يعني هسه مثلا العقد 10 اشهر او سنه، دوامت 3 اشهر، بضل من السنه 8 اشهر مثلا، بتدفع نص الراتب هذا فرد جزائي عشان تبطل. عشان فانا تواصلنا معهم وقلنا لهم انه انتم ما كنتوا تعطوها راتبها بالصيف وهيك. فتواصلنا مع المحامي تاع المدرسة اللي تابع لها وحليناها انه خلص ما لحقوه والرواتب اللي كانت تشتغل فيها ما اعطوها اياها. والحمد لله رحت قدام مدارس حكوميه انه افضل بكثير. وفيها امام وظيفي. اكيد طبعا. فبالنسبه للمدارس الخاصه القطاع الخاص العقود السنويه هاي مشكله، مشكله لكثير من الناس الموظفين التابعين للقطاع الخاص. وحتى اصلا فكره تجديد العقود يعني بتكون بناء على رغبتهم في المدرسه. يوسف معنا؟ ما مستحيل انه تجدد لك عقدك. في عقود بتنتهي بشهر 7 وفي عقود بتنتهي بشهر 12. تمام. انا بتمنى من المسؤولين انه يكون العقود، انا كم من سنه لازم اشتغل عشان اتثبت القطاع الخاص. وحتى ما في أمان يعني وظيفي. لا ما في الأمان. طيب لا. شكرا لك يوسف على هاي المداخلة. يعني أخته تعرضت لحالة من حالات أنا بسميها الابتزاز الوظيفي فيما يتعلق بعقود العمل. شو رأيك أستاذ عصام؟ يعني أنا في جانبين، الجانب الأول أنه ثلث الطلاب الآن في المدارس الخاصة، يعني تستحق هذه الأرقام اهتمام الجهات الحكومية. صح. لأنه إحنا كمان معنيين بالمعلمين والمعلمات ومعنيين بالطلاب. وهذا بنعكس بالضبط أنه بعض المدارس الخاصة. صحيح. حتى نكون دقيقين. الأمر الآخر أنه أحد النقابات، لأنه هي حتى مجزأة نقابة المعلمين قبل أن تحل ونقابة أخرى، بيّنت أنه 70,000 شكوى وصلت أو وصلت إلى الجهات القضائية ربما من 2022 إلى 2023. 70,000 شكوى وصلت. رقم كبير. وصلت رقم كبير جدا. يعني أنا ما أستغرب هذا الصمت أمام أنه ثلث الطلاب بالمدارس الخاصة وعدم اهتمام بعض الجهات الحكومية في حقوقهم. هل هناك جولات تفتيشية على بعض المدارس الخاصة خاصة مع توسعها منذ بداية التسعينات؟ ولدينا إحصائية إنها الأغلبية في عمان والزرقاء. هل هناك جولات تفتيشية؟ هل هناك خطوط ساخنة للتلقي الشكاوى دون ذكر الأسماء؟ هل هناك هذا التعامل مع 42 ألف معلم ربما كثير منهم لا يأخذوا الحقوق؟ هل هناك مثلا هذه أسئلة في مشاكل كثير؟ يعني الحديث عن أبرز المشاكل اللي بتواجه معلمي المدارس الخاصة. يعني أستاذي، يعني في بعض حتى المعلمات ما بيجددوا لهم العقد بمجرد معرفة انه حامل. صح. وصدرت يعني احد النقابات يعني بتخسر وظيفتك. اصدرت الورقة واعترفت فيها بعض نقابة المدارس الخاصة، وصار هناك تحقيق متأخر من وزارة التربية والتعليم والتعامل معه. ولكن كم من مثل هذه الحالات في بعض قصدي كم من مثل هذه الحالات الصمت فيها؟ يعني هذا الأمر يجب أن يكون أنه جهات ذات علاقة. هل مثلا هناك تشبيك بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والنقابات المعنية في هؤلاء المعلمين حتى تكون جهة لها علاقة في حل مشاكلهم؟ أما متروكين إلى هذا الأمر على الأقل الضمان الاجتماعي. أنت عندك مثلا لو كان هناك تشبيك مع وزارة التربية والتعليم ومع مراقبة الشركات مثلا وعرفوا قديش في أعداد مدارس خاصة
وجه الضمان الاجتماعي أكد إنه ليش مش مشركين الناس بالضمان الاجتماعي، وهذا أمر بده صعب. ما نحن نحكي حكومة إلكترونية، أنا قصدي مش بنحكي عن حكومة إلكترونية، إذا حكومة إلكترونية يمكن تعمل تشبيك وتكون المعلومات لديك، مثل مدرسة سين موجودة في الزرقاء أو في الكرك أو في أي منطقة، لماذا لو مش تشترك من الضمان؟ أقل مدرسة فيها 5 طلاب 5 معلمين فأكثر، فالقانون بيلزم إيش؟ انه تكون هل هناك تشبيك مثلا مراقبه الشركات وزاره التربيه والتعليم الضمان الاجتماعي وزاره العمل؟ لا يوجد. والروضات كمان هاي هذا بحكي لك، يعني انا قصدي احنا نحكي حكومه الكترونيه ونحط عناوين عريضه على ارض الواقع، هل هناك تشبيك بين هذه الجهات؟ بس هذا السؤال. بدنا نتحدث اكثر عن ابرز المشاكل اللي بتواجه معلمي المدارس الخاصه، وبدنا نحكي في اغلب الاحيان اللي بتعرضوا له هو ابتزاز وظيفي. معنا عبر الهاتف الخبير التربوي الاستاذ نور الدين نديم. صباح الخير استاذ نور. صباح الخير استاذي، صباح الخير لكم جميعا وشكرا لكم. يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج بصراحه. يعني يمكن استمعت استاذي يعني لبعض مشاكل المعلمين في القطاع الخاص، واكيد انت على اطلاع على اللي بيصير من انتهاك لحقوق المعلمين. خلينا نحكي بجزئيه توقيع الاستقاله والتنازل عن الحقوق من قبل التعيين، وايضا حجز بطاقه الصراف الالي يعني من بعض اصحاب المدارس، وانه حتى يتحايلوا على الراتب ما يعطوا الموظف الراتب كامل. وين الأمان الوظيفي من كل هذا؟ سيدتي الفاضلة، إحنا يعني منعاني في القطاع الخاص معاناة كبيرة جدا، خاصة في المحافظات والأطراف. نعم. ما يتم من استغلال وابتزاز لمعلمات بالذات، يعني الإناث بالذات أكثر من المعلمين الذكور، وهذا بناء على إحصائيات ودراسات استقصائية أجريناها. إنه المشكلة يقف خلفها إنه لا يوجد هناك جهة مسؤولة تنفيذية مباشرة للمعلمين في القطاع الخاص، لأنه يشترك وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بازدواجية تؤثر على جهة الرقابة وجهة التنفيذ. ففي عندنا قوانين وتشريعات تحمي المعلم، لكن ما في إجراءات تنفيذية تمكن هذه التشريعات من ممارسة دورها داخل القطاع الخاص. نعم. الآن مشاهداتنا في المحافظات ومنها في محافظة الزرقاء، إنه مثلا عندي أنا أحد المدارس بتوقعهم على كومبيالي 3000 دينار قبل التعيين إجباري، وإلا ما في تعيين، وبتوقعهم على استقالة مستبقة وتعهد إنهم استلموا كافة حقوقهم، وبتسلموا راتب بناء على عقد موحد 260 دينار، وبطاقة الصرف تبقى مع المحاسب ويسترجع من ال 260 دينار 110 دنانير، يبقى أجرة المعلمة 150 دينار. شو هذا؟ هذا هذه حالة من الحالات الموجودة في عدة مدارس نعلمها، لكن الإجراء الآن القانوني لا يكون إلا إذا تقدمت المعلمات والمعلمين بشكوى مباشرة عن هذه المدارس. المعلمات الآن بيقول لك يا عمي أنا رزقتي وأنا ما بدي أخسر وظيفتي وما بدي أدخل في مشاكل، وهذا يستدعي من الجهة المسؤولة إنها تفعل الرقابة بطريقة مختلفة تحفظ سرية المعلومات وسرية المعلمة اللي تتقدم بالشكوى، حتى أو حمايتها وظيفيا بحيث إنه نضمن أمانهم المعاشي. صحيح. اليوم في معنا الأستاذ عصام بيضين. أستاذ نور يعني حاب كمان يشاركنا هذا الحديث والنقاش، ويعني هيك تكون حلقة نقاشية في هذا الموضوع. تفضل. صباح الخير أستاذ نور. صباح الخيرات. يعني أنا حاب إنه نوسع إطار النقاش، إنه أيضا كم نسبة توقعك من المدارس الخاصة المشتركة بالضمان الاجتماعي خاصة في الأطراف، والنقطة الأخرى أنه ساعات الدوام والإضافة ومعلمات يعملن مهن خلاف التعليم أيضا في نفس المدارس، والأمر الآخر أنه عدم استلام الرواتب، يعني حتى راتب قليل حتى عدم استلامه، هذه الأمور أنه مدى انتشارها. أستاذ الحبيب، في فترة عملنا النقابي المعلومات والإحصاءات لدينا مخيفة جدا في مناطق الأطراف المحافظات غير محافظة العاصمة، وصل فقط المشتركين في الضمان إلى 25%، و75% من المدارس
غير يتحايل على الضمان. يعني كم النسبة بالرقم مثلا، انه قديش العاملين بالمدارس وكم مشتركين بالضمان، يعني بس للتوضيح. اسف للتوضيح. غير المشتركين 75%. قديش الرقم يعني اذا عكسنا ارقام مثلا 100,000 50,000 30,000؟ اذا عكست ارقام عندك 40,000 عامل في معلم ومعلمة في المدارس الخاصة، لما بدك تاخذ انه ثلاث أرباعهم لا يعمل، انت بتحكي على قريب ال 30,000. 30,000. نعم. 30,000 مش مشتركين بالضمان. مش طيب. مشتركين. شكرا استاذ نور يعني على هاي المداخلة، وانت الخبير التربوي والناطق السابق في نقابة المعلمين. بدنا نروح لفاصل صغير. نعم. وراجعين حتى نناقش هاي الارقام اللي حكاها الاستاذ نور. فاصل صغير راجعين. صباح الخير من جديد، حديثنا مستمر على بعض الحالات في المدارس الخاصة والانتهاكات اللي بتعرض لها المعلمين في هذه المدارس، الحقوق العمالية، الرواتب، العقود، الانتهاكات الإنسانية أيضا. ومبارح يمكن كنا نتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وسألنا الناس عن أبرز يعني الانتهاكات اللي تعرضوا إليها، وإجانا كثير صراحة تعليقات وتفاصيل تتعلق بهذا الموضوع من معلمين ومعلمات. يعني في من احنا يعني احتراما للناس ما بدنا نذكر الأسماء حتى ما نأثر على أشغالهم، فعلا يجب تسليط الضوء عليهم، لأنه تجديد العقد حسب نفسية المديرة يحاسب المعلم على أبسط وأصغر خطأ بعدم تجديد العقد، وكان وكأنه الأرزاق لعبة أو فرصة لتصفية الحسابات. يعني مجموعة من الأسباب قاعدين نشوف مجموعة من الانتهاكات اللي بتعرضوا لها المعلمين في بعض المدارس الخاصة. في كمان تعليق بيحكي أنا اشتغلت سنتين بالخاص، أول سنة الراتب 120 وبدون ضمان، والصفوف من سادس للتاسع يعني حصص فوق النصاب. ثاني سنة بمدرسة تانية كانت 150 الراتب، وبوقتها صار شرط الراتب ينزل على البنك، ووقعونا انه احنا اللي رافضين الراتب ينزل على البنك بحجة انه احنا بنستلم كل اسبوع دفعة، ووقعونا انه الراتب 260 دينار واستقالة بنهاية الفصل الثاني. طبعا عشان ما يسلموا رواتب بالعطلة وبعطلة بين الفصلين تم خصم قيمة الضمان كاملة من الراتب، وبعد هاي المواقف قررت اني ما اشتغل بالقطاع الخاص. شو البديل؟ طيب شو البديل؟ ما هاي اللي احنا كنا نتحدث عنه، وخصوصا هذا الموضوع. يمكن هذا التعليق اللي الان بنشوفه على الشاشة، هناك مدارس تتحايل على المعلمات بشكل خاص، يتم تنزيل الراتب على البنوك، ورغم انه الحد الادنى للأجور بكون الراتب طبعا ضمن الحد الادنى للأجور، وبعد ذلك يتم الطلب من المعلمات ارجاع 100 دينار للإدارة، والمعلم التي لا تقبل يتم انهاء عقدها. تصور أستاذ عصام يعني لوين وصلنا بهذا التعامل مع المعلم. يعني المعلم اليوم كيف بده يقدم ويروح يدرس في ظل هذا الوضع؟ وننشئ أجيال ونحط عناوين. يعني هذا السؤال، إنه هذا المعلم اللي في قاعة الصف بهذا الدخل بهذا الراتب بهذا هذم الحقوق، مطلوب منه إنه يعلم الأطفال وينشئ جيل. صحيح. خاصة إنه نحن نتكلم عن بعض مناطق الأطراف. إذن هذه جودة التعليم، إذا كانت وزارة التربية والتعليم في بعض الجزئيات مثلا موضوع المعلمين، ليس جودة التعليم أليس مهم؟ طبعا. الإنسان إذا مثلا لم يكن مرتاح نفسيا على قليل بالحد الأدنى من الحقوق، كيف يقدم ما هو مطلوب منه؟ شوف كمان والله في ناس ما رح يكون في له نفس اصلا. بقول لك على الراتب كمان، قلنا 3 شهور مش ماخذين راتب، شو الاجراء اللي لازم نعمله حتى ناخذ حقوقنا؟ ضياع. ومدير المدرسه عملنا استقاله جماعيه من الضمان لشهر 6 بدون ما نعرف حتى ما يدفع الضمان، يعني حتى تحايل على موضوع الضمان الاجتماعي حتى هاي المدارس ما تدفع ضمان. انا متاكد كمان انه لولا خشيه المئات او ربما الالاف من قطع أرزاقهم المحدودة لا 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 ظهر لا ظهر كمان الموضوع أكبر وأكبر. نتكلم عن 30,000 مثلا مش مشتركين بالضمان الاجتماعي. نتكلم مثلا عن كم الجهات التي لا، أو بعض المدارس التي لا تدفع الرواتب موعدها، الحقوق، ساعات العمل، ربما تعمل المعلمة عمل خلاف التعليم. إذا جوانب مختلفة جدا، وهذا مربوط إنه وين تصنيف المدارس الخاصة اللي كان من 2012 على زمن الوزير فايز السعودي.
هذه وين؟ راح نحكي صح. عن موضوع حتى التصنيف. انت تبدا اولى خطوات الاصلاح. صحيح. هلا احنا راح ينضم لنا الاستاذ محمد الزيود الناطق باسم وزاره العمل حتى نستفسر منه على كثير شغلات. الو صباح الخير. صباح الخير ستي، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي والمستمعين. اهلا فيك، الله يعطيك العافيه. يعني وردنا العديد من الشكاوى من بعض المعلمين العاملين في بعض المدارس الخاصه، ويمكن كان في معنا قبل قليل معلمه مها حكت انه هي قدمت بشكوى لوزاره العمل وما كان في اي تجاوب. بدنا نعرف من خلالك شو دوركم كوزاره عمل بهذا الشان. بس ممكن اعرف شو اللي مش شو عدم التجاوب، شو قصدت بعدم التجاوب؟ كانت بدها شهاده خبره استاذ محمد، يسعد صباحك. وهي تقدمت بشكوى قالت كمان يعني احنا مش 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 هذا موضوع الشكوى او شكوى واحده تحديدا، ولكن بشكل عام انت بتعرف بانه هذا القطاع في العديد من الانتهاكات العماليه فيما يتعلق بالرواتب، عقد العمل اليوم اللي بكون لمده معينه يستثنى منها العطله الصيفيه، غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور، عمليات تحايل على المعلمين، وقصص كثير يمكن ذكرناها خلال البرنامج. اليوم وين دور وزارة العمل في التفتيش، في الرقابة، في المحاسبة؟ عند مين هذا الموضوع سيدي؟ صباح الخير سيدي لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، صباح الخير للأستاذ عصام بيضين. يعني هذا الموضوع كل عام في هذه الفترة نتحدث فيه بنفس النصائح، و قمنا بحملة توعوية للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص قبل أشهر بحقوقهم العمالية. نعم. للأسف هذه الحجة التي دائما يعني هي الشماعة التي يعلق عليها المعلمون، قصة أنا لا أريد أن أشتكي حتى لا أخسر عملي. صحيح. وهو في النهاية يخسر عمل. يعني كثير من الشكاوى والممارسات التي يمارسها بعض أصحاب العمل، ولا نريد التعميم، لا تستطيع وزارة العمل ضبط يعني معرفة. يعني هناك بعض الممارسات كالممارسة التي تحدثت عنها، يعطيهم جزء منه، يعطيهم الراتب يحوله للبنك ثم يجبرهم على سحب جزء من الراتب بتسليمه باليد. صح. هذه الممارسة إذا لم تقدم فيها شكوى المعلمة أو المعلم كيف ستعلم عنها فرق التفتيش؟ هل تعاملتوا مع شكاوى في هذا الإطار؟ سيدي نحن اليوم نتحدث عن منظومة كاملة، هذه المنظومة الكاملة في التعليم الخاص تحت مظلة وزارتي التعليم التربية والتعليم، التعليم الخاص بالتربية والتعليم ووزارة العمل. جزئيتنا كوزارة عمل نحن قمنا بها العام الماضي لتعزيز ضمان الحقوق العاملين في القطاع الخاص، تم توقيع عقد عمل جماعي جديد وتم الإعلان عنه في حينه، انبثق عنه عقد عمل موحد، وتم تعديل العديد من البنود التي تتعلق بعقد العمل الموحد الذي يوقع عليه العاملين في القطاع الخاص. هذا العقد العمل الموحد يبدأ العمل به من العام الدراسي 2024-2025، تضمن الرفع مدة أول عقد للعاملين في التعليم الخاص من إلى 12 شهر بدل ما كان خلال الأعوام الحالية حتى هذا العام كان لمدة 12 أشهر. وأتمتت منظومة العقد الموحد، يعني رفعت مدة العقد الأول للعاملين في القطاع الخاص من 10 أشهر إلى 12 شهر. هل هذا الأمر سيساهم بالحد من التلاعب في عقود العمل؟ حتى نحد من ونتخلص من مسألة العطلة الصيفية. حتى في العقد السابق سيد الذي ينتهي العمل به مع هذا العام، أيضا كان هناك شرط من يجدد في نفس المدرسة على صاحب العمل أن يعطيه أجر العطلة الصيفية. وأريد توضيح مسألة للعاملين في التعليم الخاص، العقد شريعة المتعاقدين. صحيح. إذا كانت مدة العقد عام كامل، إذا هناك لا يوجد رغبة من صاحب العمل بالتجديد لهذا العامل، لا تستطيع إجباره على التجديد إذا انتهت مدة العقد. لكن إذا كان هناك رغبة بتجديد العقد لهذا العامل سواء كان معلم أو إداري، عليه أن يمنحه أجر الموجود في العطلة الصيفية. يعني اليوم قبل انتهاء مدة عقد العمل الموحد بشهر، مطلوب إرسال إشعار خطي من قبل العامل أو صاحب العمل، سواء كان العامل لا يريد الاستمرار أو صاحب العمل بالرغبة بعدم التجديد أو التجديد. فهذا الإشعار الخطي ينهي مسألة ما هو مصير المعلم بعد فترة الصيف. المسألة الثانية، صاحب العمل عليه إشعاره أنه يريد التجديد معه. اليوم مع العقد العمل الموحد الجديد، البنود الجديدة التي تم تحديثها، سيكون هناك عقد لمدة 12 شهر منذ السنة الأولى، فسنتخلص من مسألة الثلاث أشهر المتعلقة بالعطلة الصيفية. المسألة الثانية، هناك أتمتة لإجراءات العقد الموحد،
هناك إلزام بتحويل أجور العاملين في التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في هذا القطاع. وحتى عندما نفذنا سيدي الحملة التوعوية كانت التركيز على ما يستحقه العامل من أجر، نعم، وما يستحقه من زيادات وما يستحقه من إجازات وما تستحقه العاملة المعلمة من إجازة أمومة أو ساعة رضاعة. فكانت الحملة التوعوية شاملة، وهناك أيضا عقوبات في قانون العمل. طيب. اليوم هناك معامل تعامل نتعامل بسرية كامل مع الشكاوى التي ترد من كل القطاعات ومن ضمنها قطاع التعليم الخاص. ممتاز. اليوم كثير من الشكاوى التي تأتي، يعني أنا دائما كنت أنا صراحة أنتقد المعلم الذي لا يتوجه إلى وزارة العمل بالشكوى، لأنه في النهاية كثير منهم يفقد عمله بسبب عدم تقديمه للشكوى. في عندك رقم لعدد الشكاوى اللي وصلتكم سيدي؟ نعم. عندك رقم لعدد الشكاوى اللي وصلتكم من القطاع؟ يعني اليوم من بداية العام لحتى هذه اللحظة يوجد أكثر من 600 شكوى تتعلق بالعاملين في التعليم الخاص سواء كانوا في المدارس أو في حضانات. تم حلها؟ تم التعامل معها جميعها، إما بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهناك من كان انتهت العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل تم توجيهه للتوجه للقضاء، وهناك من لم يتجاوب صاحب العمل وتم إنذاره ومخالفته بحسب قانون العمل. هاي الإجراءات أنتم بتتخذوها بحق المدرسة طبعاً نفسها؟ طبعا صراحة خاصة القطاع التعليم الخاص لا يوجد تساهل معهم أبدا. يعني اليوم نحن حتى إخواننا في الضمان الاجتماعي أعلنوا قبل فترة أيضا أن هناك تشديد في الرقابة على مسألة الانتساب للضمان الاجتماعي، ونحن في وزارة العمل نقوم بجولات تفتيشية مستمرة مكثفة مع بداية كل أو قبل أي عملية تعاقد قبل الصيف مع فترة التعاقد مع المعلمين. هناك حملات تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة حتى نتأكد أنهم ملتزمون بأحكام القانون. شكرا لك أستاذ محمد الزيود الناطق باسم وزارة العمل على هذه المعلومات. يعني اليوم في عقد عمل موحد أستاذ عصام. تضحك ليش؟ لأنه يعني هنا يعني ننتقد المعلم الطرف اللي أو المعلم الموجود الذي يعني بده هالمئة دينار والمئتين دينار، والجهات التي لديها الصلاحيات بوجب القوانين والتعليمات تطلب من المعلم أن يتحرك. أنا بدي أسأل إنه لو قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم بوضع هذه المعلومات وكل مدرسة مثلا والتشبيك معها، الآن الضمان الاجتماعي أنت بتعرف أنه إذا بتروح أنت تأخذ قرض من البنك بطلبه من الضمان الاجتماعي ضمان. ليش؟ لأنه يحول الراتب الحقيقي. صحيح. يعني ممكن تنتهي هذه المشكلة التي نناقشها إذا تدخل الضمان الاجتماعي لدى هذه الجهات. تمام. لأنه لا يمكن أن يحول مثلا أو يدفع المستحق على الراتب 1000 دينار أو 500 دينار إلا إذا راتب حقيقي 30,000 وش مشتركين بالضمان. ولكن خطوة بطلب المعلومات من التربية، بطلب من مراقبة الشركات، من البلديات، من الأمانة، ما هي الجهات المرخصة مدارس، وبكون عند المعلومة كل مدرسة بكبس على الكمبيوتر مبيني مش مشترك مش مشترك مش مشترك، انتهت المشكلة. لماذا ننتظر المعلم أن يأتي من الزرقاء؟ نعم. أو من الطفيلة أو من الجرش من أجل أن يقدم لوزارة العمل شكوى والله ما أخذت راتبي؟ يعني هل هذا معقول؟ صح. يعني هذه أسئلة تطرح، ولكن تم حلها. تم حلها يعني زي ما حتى حكى الأستاذ محمد بأنه عقد عمل موحد من البداية، يعني هاي حلها جزئية فعليا للعطلة الصيفية على الورق، على الورق، ولكن على الورق، تحت الورق، على الورق. أنا بوقع العقد، قلنا حكينا بوقع عقد، ولكن في نفس الوقت في بديل دائما. طيب. العقل وقع العقد ولكن وقع تنازل او استقاله. طيب. او الصراف الآلي. بدنا نسمع كمان نعم. لبعض الحالات من خلال الاتصال الهاتفي. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. يا هلا، اهلا فيك، كيف حالكم؟ يا هلا ومرحبا، يعطيكم العافيه، الله يسعد صباحكم. الو استاذ رجاء، شكرا كثير لكم على هذا الموضوع الشيق اللي يمكن اغلب المعلمين في الفتره هاي او في هذا الوقت بحاجته. نعم. نتيجه تسديد عقود، نتيجه انهاء عقود، نتيجه علاقه معلم بمدير، علاقه معلم بزملاء وهكذا. نعم. فانا النقطه اللي بدي احكي فيها تعقيب على الموضوع ال 12 شهر. نعم. خطوة رائعة جدا، خطوة جيدة، تحمي المعلم بعض الشيء. نعم. ولكن أنا عندي وجهة نظر. هلأ إحنا معلم الحكومة لحد ما يتعين بضل 30 سنة بغض النظر عن كفاءته، إنه كان متميز مش متميز، بيرتقوا فيه التربية حتى إنه يطور من مهاراته ويمشوا أموره في حتى يخطي خطوة طويلة. نعم. هلأ المدارس الخاصة بتعاني المعلمات أو المعلمين من مشكلة إنه بتوقع معك المدرسة العقد أول سنة،
ما عجبتهم ليسلي بغض النظر عن الأسباب بينهوا عقدك في نهاية السنة. طب أنت ليش ما أنت كوزارة عمل تحمي المعلم في الحالة هاي من باب تطوير مهاراته بأنك تلزم المدارس الخاصة مثلا بأنه أقل عقد يوقع مع أي معلم يكون سنتين؟ ليش؟ أنه السنة الأولى إحنا جربناك شفنا إيجابياتك وسلبياتك، ليش السنة الثانية أنا كإدارة مدرسة ما أعمل جهدي أني أرتقي بمهامك الموجودة وأطور من مهاراتك؟ ليش أخسرك وأضيع عليك أنت كمان فرصة الالتحاق بمدرسة ثانية؟ بدي أروح أدور على مدرسة ثانية، بدي أروح أبحث عن مجال آخر. لا، أنت كوزارة عمل تلزم المدارس الخاصة على الأقل على الأقل سنتين حتى تثبت أنك أنت تطورت اشتغلت صحيح. على هذا المعلم أو ما اشتغلت. نعم كلام سليم. يعني من حقه أنه بعد ما خدم عندك سنة فيش إنسان كامل، فيش معلم صح كامل صح. في كل صح. معلم له إيجابيات وسلبيات، فأنت حاول السنة الجاي أنك تطور من مهارات معلمك خلال فترة الإجازة. هلأ نهاية الدوام. أنت معلمة حضرتك أستاذ رجاء؟ معلمة نعم في مدرسة خاصة. قديش راتبك بالله؟ هو للأسف الشديد صار الحد الأدنى اللي هو 340. شو بيعمل؟ صار لك سنة يا رجاء. شو بيعمل؟ 35 ولا إشي طبعاً. طب شو بيعمل المواصلات يعني وذهاب للمدرسة؟ كيف أنت لما توقف أمام الطلاب تعطي ونقوها بهذا الراتب المحدود أنت والأخوات في المعلمات؟ يعني هذا سؤال يعني. أنا كرد إذا بتسألني أنا كرجاء بحكي لك إنه مش هدفي بالدرجة الأولى المادة هسه. بس حق الواحد كل هاي. بحكي لك شغلة ليش؟ لأنه يمكن أنا هلا عمري 56 سنة. فبالتالي بشتغل حتى انقل مهاره. نعم الله يقويك يا استاذ رجاء. صرت بحاجه اني الخبرات اللي استفدت منها اني احاول انقلها للجيل الثاني. هلا المشكله فعلا انت زي ما حكيت بالنسبه لمعلم جديد او معلم او معلم بالذات اللي بده يتزوج اللي بده يفتح بيت، فعلا كيف بدي اجي اوقف انا امام الطلاب؟ كيف بدي اوقف بالطابور بدايه الدوام الصباحي؟ كيف انا اجد نفسي امام الطلاب في الطابور اضحك ابتسم حتى طلابي يتقبلوا مني؟ صح، وهذا اللي كنا نحكي فيه استاذ رجاء. شكرا لك على هاي المداخله، كنتي معنا يعطيكم العافيه. يعني الله يعافيك لكم. شكرا. حياك الله. يعني هذا اللي بنحكي عنه، هناك فرق بين النظريه والتطبيق. صح، هنا الفرق انه نتكلم عن واقع، نضع عناوين، نضع اشتراطات. بصراحة البداية الإصلاح أنا بنظري أنه متصنيف المدارس الخاصة، هذا التصنيف معمول في حتى في دولة الإمارات العربية معمول في دول تصنيف A, B, C على أساس قدرة المدرسة. نعم. على الأقل المدارس مثلا ذات الإمكانيات المحدودة تكون الرواتب بظروف مراعاة لهم، عدم الامتيازات التخفيف عنهم، ولكن ترك الأمور بهذا الواقع وهو أكبر، نتكلم عن حوالي 42 ألف معلم. كثير منهم مثلا بلا حقوق، يعني رقم كبير جدا. ونتحدث أيضا من يعني كم تقتطع الأسرة، أي أسرة في الأردن من دخلها الشهري من أجل دفع الرسوم للمدارس الخاصة؟ طيب من هنا نسأل كثير تساؤلات من أجل أنه ابنه جيد، هو في النهاية يدفع رسوم في مدارس يجد ابنه بجودة التعليم أنه يعاني من الضعف؟ هذا 100%. نروح لفاصل صغير متابعينا وراجعين لحتى نكمل هاي التساؤلات ونحكي أكثر بهذا الملف المتعلق بالمظالم اللي تعرض لها معلمو القطاع الخاص أو معلمي القطاع الخاص. فاصل صغير وراجعين. صباح الخير من جديد، مستمرين معكم ببرنامج بصراحة ومستمرين أيضا بالحديث عن انتهاكات وهضم لحقوق بعض المعلمين في بعض المدارس الخاصة. لكن قبل ما نرجع نكمل بهذا الموضوع بدنا نشكر أكيد الراعي الرسمي لبرنامج بصراحة على مدار سنين من الشراكة شركة زين، والشريك بالرعاية شركة CFI والمال للتمويل بنك القاهرة عمان ومصفات البترول الأردنية. حملة جديدة أيضا للمال للتمويل وهي قرضك بتلفونك، قرضك صار بتلفونك من خلال تطبيق المال للتمويل الجديد. شركة المال للتمويل جددت تطبيقها لتجربة اقتراض مريحة من خلال الموبايل، بتقدر تقدم على القرض وتستلمه وتتحكم بكل تفاصيل هذا القرض بكل بساطة وسرعة وأمان وبأي وقت، وكمان بتقدر تستفيد من كل العروض والمكافآت اللي بتقدمها شركة المال للتمويل. حملوا التطبيق المال للتمويل واللي متوفر على أندرويد باسم ماني جو. طيب
بدنا نروح نكمل على حديثنا عن حديث نفس الموضوع، انتهاكات بعض المعلمين والحالات اللي وصلتنا واللي سمعناها من المعلمين، وبدنا نسمع رد نقابة أصحاب المدارس الخاصة. بنرحب بالدكتور إيهاب بالي، نائب نقيب أصحاب المدارس الخاصة. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يعطيكم العافية. يا هلا ومرحبا يا سيدي. بداية صباح الخير لكم ولجميع مستمعي قناتكم الموقرة، وأشكر لكم جهودكم الخيرة التي تبذلونها في التواصل مع جميع مواطنينا والمهتمين بالشأن التربوي على أرض هذا الوطن العزيز الكريم بأهله وقيادته الحكيمة. يا هلا بك يا دكتور. أنا استمعت لمجموعة من الشكاوي واللي هاي. إحنا في نقابة المدارس الخاصة أول شيء لا ننكر وجود بعض التجاوزات في هذا القطاع. نعم. مثل باقي القطاعات. صحيح. يعني إحنا حرام نظلم القطاع التعليم الخاص نحكي إنه المشاكل في هذا القطاع والقطاعات الأخرى ما فيه عليها. لا طبعا. القطاع يعاني من بعض المشاكل مثل باقي القطاعات. يعني أنا أتحفظ وأتحفظ جدا على تصريح اللي هو نور الدين نديم الناطق الإعلامي السابق في نقابة المعلمين عندما قال بأنه 75% من العاملين في قطاع التعليم الخاص غير مشمولين في الضمان الاجتماعي، وهذا تضليل للرأي العام. شو الصح؟ احنا انا احكي لك شغله، انا ما بقدر اعين الان، انا لما بدي اروح اعين موظفيني في وزاره التربيه والتعليم، هناك موظف مختص في اداره التعليم الخاص يقوم بالترقيق على كل اسم في قائمه تعييناتي وهل هو مشترك في الضمان الاجتماعي او لا. قديش النسبه سيدي الصحيحه من عندكم؟ ما هو ما بقدر اعطيك نسبه لانه احنا ما بقدر، انا كمدرسه ما بعين اذا انا ما ختمت من الضمان الاجتماعي، يعني النسبه تكاد تكون متدنيه جدا، يعني حتى يعني انت من 42,000 كم الرقم؟ من 42,000 معلم ما اتوقع، انا ما اتوقع تزيد النسبه عن 3 او 4% ما اتوقع فقط. بعدين احنا عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص ما بنحكي بس عن 40 او 42,000 معلم، هذول معلمين، احنا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 70,000. انت بتحكي عن اداري وبتحكي عن مدير وبتحكي عن اذنه وبتحكي عن سائق باص مرافقه باص، يعني في مجموعه كبيره من هاي. وبالتالي انا بقول يعني من الظلم انه احنا نشيطن هذا القطاع، يعني احنا ما بنحكي انه ما في تجاوز، لا احنا بنحكي عن بعض المدارس التجاوزات موجوده ونحن لا ننكرها. نعم. ولكن هذه التجاوزات اتوقع هي تجاوزات يمكن تكون في بعض المناطق النائية، بعض المحافظات البعيدة، يعني داخل عمان التزام كبير كثير كبير. هل في التزام بالعقد العمل الموحد اليوم اللي تحدثت عنه وزارة العمل؟ احنا يعني الان في عندنا اجتماع بعد غد الاربعاء مع النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لاجراء بعض الرتوش على هذا العقد. يعني احنا بنفتخر احنا كنقابه اصحاب المدارس الخاصه انه وقعنا على هذا العقد الجديد الذي يضمن حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص. يعني احنا من الناس اللي ايضا طالبنا، مش بس نقابه العاملين في التعليم الخاص، احنا طالبنا في نقابه اصحاب المدارس الخاصه حمايه حقوق الموظف انه يكون العقد لمده 12 شهر من بدايته. يعني الان الموظف بده يتعين عندي ببلش عقده في 23/8/2000 للسنة القادمة 2024 وينتهي في 22/8/2025 بغض النظر هذا العقد تجدد أم لم يجدد في المدرسة. نعم. بالتالي الموظف سيحصل على راتب 12 شهر من بداية دوامه في المدرسة الخاصة. نعم. ونحن نفتخر بهذا الشيء. طب إذا بتسمح لي. نعم. أنا سؤالي، أنا بعرف أنه يعني حتى أنتم النقابة في خلاف أنه بعض المدارس أيضا أنه مش منتسبة إلها هيك. نعم. حسب البيانات اللي بتجينا يعني ليست. تمام. مظلتكم شاملة كل المدارس الخاصة. إذا أنا بس إذا بتسمح لي أكمل. هذه تمام. النقطة الثانية، أليس لديكم كنقابة معلومات داتا أنه قديش المشتركين، الضمان، الرسوم، العقود، خط ساخن، أنتم كنقابة من أجل ما أن لا تصل المشاكل إلى جهات أخرى؟ يعني أنا بالنسبة أول شيء لعدد المنتسبين أو هاي، إحنا بالقانون نمثل جميع المدارس الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان منتسب، لأنه بيجوا بيانات من المدارس الأخرى بقول لك أنا. بس نفس برضو اللي هي قانون العاملين في التعليم الخاص، هم بغض النظر عن
انتساب الشخص أو عدم انتسابه هو يمثل هذا القطاع. نعم. بالنسبة لأنه عندنا إحصائيات، إحنا يعني في تواصل مع مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي، مثل وزارة التربية والتعليم، ولكن إحنا ما بنقدر نأخذ إحصائية كاملة أو إحصائية، هذا مش دورنا أصلاً. يعني القادر إنه يرد على هذه النقطة مثلاً عدد المشتركين في هاي هو الضمان الاجتماعي. نعم. وأصلاً إحنا لما نيجي نحكي إنه 75% غير مشتركين مثل ما بحكي الأخ نديم، هذا أصلاً تشكيك في دور الضمان الاجتماعي وتشكيك في وزارة العمل. يعني هذا الحكي لا يجوز، لا يجوز. أنا أضلل للرأي العام، ما بصير أهاجم المدارس في هاي الهاي. يعني أنا بقول لك لا أتوقع إنه يكون في نسبة التهرب حتى هاي، مش إنه شو اسمه، إنه ما تكون يعني 2-3%. ليش؟ لأنه أنا ما بصدق أنا جدول تعيينات. يعني أنت إذا مختص بهذا الأمر اسأل وزارة التربية والتعليم. أنا كمدرسة خاصة في إشي اسمه عندي اللي هو الجدول التعيينات. نعم. كل الموظفين اللي بيشتغلوا عندي يجب إنه أنا أحطهم في كشف وأروح وزارة التربية والتعليم بتدقق عقد العمل الموحد موجود أو مش موجود، الأوراق الثبوتية للموظف موجودة أو مش موجودة، مدة العقد قديش مدة العقد إذا تكون برضو مكتوبة بالهاي، وبعدها تحول لموظف مختص في الضمان الاجتماعي. موظف الضمان الاجتماعي ما بيختم لك إلا لما يدقق كل اسم باسمه. دكتور إيهاب، يعني إحنا من خلال الحالات اللي سمعناها واللي تواصلوا معنا، ممكن حضرتك سمعت بعضها، هل فعلا سمعت عن اللي بيحجز بطاقة الـ ATM للمعلم حتى يسلموا جزء من الراتب؟ يعني قصة حقيقة. يعني أنا بتكلم بصراحة، أنا سمعت بس يعني ما على أرض الواقع. يعني سمعت أنا بمثل هالبرامج أو الهاي، بس أنا ما إجاني مثلا موظف حكى لي أن مدرسة اللي في خط ساخن عندكم كمصابة. خط ساخن نستقبل أي مشاكل أو أي رقم هاتف نحلها. وصلكوا شكاوى؟ والله احنا اللي احكي لك، لانه احنا كما نقابه اصحاب المدارس الخاصه اهتمامنا برعايه حقوق ومصالح المدارس الخاصه، وبالتالي يمكن اغلب الناس ما بتقدم على مراجعتنا احنا في حل القضايا. يعني انا احكي لك مثلا احنا ما بقدموا، خايفين انه يخسروا وظيفتهم. دكتور يعني يمكن الشكاوى او المشاكل اللي وصلتنا ما بتتجاوز اصابع اليد الواحده، وجميعها تم حلها بصوره وديه مع اصحاب المدارس. يعني احنا اللي بنحكي انه صاحب المدرسة يفترض ان يكون انسان تربوي، واي مشكلة تواجه في هذا القطاع يعني احنا كنقابة اصحاب المدارس الخاصة على استعداد للوقوف بجانب اخونا وزميلنا المعلم والعامل في هذا القطاع لحل مشكلته. يعني ما عندنا احنا اي مشكلة، وبالعكس يعني احنا بنكون سعيدين بحل المشاكل اللي تواجه هذا القطاع. ما هو يعني دكتور لما يكون مثلا في إدارة بتوقع المعلم على أنه أنت أخذت إجازاتك وهو فعليا ما إله إجازات، يعني بيعتبروا الإجازة بين الفصلين 14 يوم أو 15 يوم هي لا. إجازاته، وبالتالي ما إله إجازات. المدرسة بهاي الحالة بتكون حامية حالها، لكن الموظف هنا انهضم حقه. أنت بتحكي انهضم حقه، ولكن إحنا بنحكي قانون العمل. قانون العمل مش بس في المدارس الخاصة، في جميع القطاعات الموظف له 14 يوم خلال السنة اللي هي إجازة سنوية مدفوعة الأجر. نعم. وإذا زاد عن 5 سنوات 21 يوم. إحنا ضمن القانون وضمن معطيات عقد العمل الموحد في نص صريح بيحكي أنه تحدد إجازة المعلم، يعني المدرسة بتحدد إجازة المعلم بداية العام الدراسي بأنه تعطيه فترة العطلة اللي هي خلال نص السنة. وإحنا لو بدنا نيجي نحكي يعني حتى يعني هذا حماية للطالب. أنا ما بصير أنا آجي والله مثلا أنا بشهر 4 أو 5 يجيني موظف أو معلم يقول أنا بدي 14 يوم إجازة. تخيلي أنت 5 أو 6 أو 7 معلمين يجوا في نفس التوقيت يقول لك والله أنا بدي إجازة سنوية. طب إحنا شو من وين، هل إحنا قادرين على خلق البديل هاي الأول؟ لا هي حتى الإجازات المرضية ما بتكون موجودة. لا الإجازات المرضية كلياتها هاي مشمولة في القانون، وهاي أغلب المدارس يعني إذا في تجاوز نسبة بسيطة جدا. بالعكس ما كل المشاكل يا دكتور اللي بنحكي عنها أصلا موجودة بالقانون، ولكن ما حدا يعني أو بعض المدارس غير ملتزمة فيها. هلا الالتفاف على القانون هذا موجود مش بس في هذا القطاع، في جميع القطاعات.
ولكن ولكن في هذا القطاع يعني كبير 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 الشكاوى وكبير الامور اللي مش صح قاعده بتصير. يعني احنا بدنا نشكرك دكتور ايهاب بالي نائب نقيب اصحاب المدارس الخاصه على وجودك معنا وحديثك بهذا الخصوص وبهذه المشاكل اللي طرحناها ضمن برنامج. بصراحه شكرا جزيلا لك سيدي. بدنا نروح لفاصل صغير راجعين. صباح الخير من جديد مشاهدينا ومستمعينا، مكملين معكم استاذ عصام. كنا نحكي قبل الفاصل معنا ابن نقيب اصحاب المدارس الخاصه، ويعني بيحكي بانه الموضوع خصوصا العقد الموحد اللي كان يتحدث عنه او تحدث عنه وزاره العمل بانه في 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 التزام نوعا ما في، ولكن في المجمل في المجمل هذا الموضوع الكامل تعلق بالتظلمات اللي تعرض لها أصحاب أو المعلمين في في هذا القطاع، وين حله؟ عند مين حله؟ يعني من الواضح متى نخلص منه بطل نحكي منه؟ من 30 سنة وانت عارف نفس الموضوع وانت لا تكذب. أنا اللي بدي أحكي إنه فعلا هذا من سنوات طويلة ونتكلم نفس الإشي، واللي بعد سنوات نرجع نحكي والكل يزيح انه الكل انه بريء من هذا الموضوع، انه ليس لدي، لاحظنا وزاره العمل ليس لديها علاقه، نقابه المدارس الخاصه بتقول لك انه احنا الامور عندنا جيده. طب هل في معناته ليش وين المشكله؟ من المسؤول؟ يمكن المعلم نفسه بالضبط. يعني كل جهه بتقول لك التربيه ما لنا علاقه، الضمان ما لنا علاقه، هذه في الملخص انه عندما نتحدث انه 42 ألف معلم في المدارس الخاصة اكيد كثير منهم ياخذون اكثر من حقوق وامتيازات كاملة في مدارس خاصة نموذج طبعاً. واستثمارات ترفع لها القبعات صحيح. نحن نتكلم عن حالات فردية هذه تستحق، والامر اللي انا اتكلم عنه نتكلم عن جانب طلاب ونتكلم عن جانب أهالي ونتكلم عن معلمين. عندما يدفع مثلا المواطن أكثر من نصف 50% من دخله للمدارس الخاصة مثلا من 4000 ل7000 وربما أكثر، من حقه أنه أيضا أنه يطمئن على ابنه الذي يدفع له هذه المبالغ من أجل جودة التعليم. لهذا معنيين إحنا بالمعلم في المربع الأول أن يكون ماخذ حقوقه كامل من أجل أن يعطي ما هو مطلوب منه. الأمر الملخص النهائي أنه يجب إيجاد آلية أو تعاون بين التربية والتعليم والعمل والضمان والنقابة المدارس الخاصة والمعنيين الغير منضمين للنقابة من أجل دراسة حل هذه المشكلة حتى لا تتكرر كل سنة، وفي النهاية الخاسر هي هذه الاستثمارات والخاسر المعلم والأهالي، حتى لا تتكرر هذه والكل انه يقول لك اتهامات هنا واتهامات هناك. هذا الملخص، يجب حل هذه المشكله حتى لا تتكرر، لاننا احنا معنيين لهذه الاستثمارات واستثمارات ناجحه، فيجب ايجاد حل، وركن العمليه التعليميه هو المعلم. نعم. طيب شكرا لك استاذ عصام على وجودك دائما معنا. شكرا لك، تشرفت. يعني حتى فيه. تكون هيك دائما نحب معاك نعمل حلقه نقاشيه باي ملف نطرحه حتى نغطي اكثر من جانب عليه، وانطلاقا من خبرتك الطويله في العمل الصحفي وفي هذا المجال. يعني هيك كانت يعني ملفنا المتعلق بالمعلمين وحقوقهم والانتهاكات اللي بتعرضوا لها بشكل كبير، وإن شاء الله رح نرجع دائما نتابع قضايا المعلمين ونتابع مع كل الجهات المعنية كل ما يتعلق بحقوقهم، لأنه هذا واجب لهم. اليوم المعلم هو اللي بيبني، المعلم هو اللي بيدرس، هو اللي بيربي أجيال وبيبني أجيال، دائما حتى نحافظ على سمعتنا التعليمية وما تتراجع، وهاي انطلاقا من دور الاهتمام بالمعلم. أكيد. قبل يمكن بالملف الأول ساشا كنا نحكي عن تعرف الكهربائية، والمواطن عامر رصمادي تواصل معنا وطرح موضوع القيمة المقطوعة على الطاقة الشمسية، وتواصلنا مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة حول استفسار عامر حول الزيادة المقطوعة على فاتورة الكهرباء للطاقة الشمسية من 5 دنانير ل 14 دينار، وحكى بالزبط. في جاب أو في مبلغ معين مش عارف شو سببه، كان تحت بند خدمات أخرى. رد المهندس يا عامر كان بأنه أحياناً بعض المنازل خلال الفترة المسائية
تستخدم طاقة الحكومة خاصة بعد غياب الشمس، يعني بنهار بكون مستهلك الطاقة الشمسية اللي هو بكون مركبها وبيشتغل عليها، وبالليل بيستخدم الطاقة الحكومية أو الطاقة اللي من الدولة، فهذا بكون هذا سبب الزيادة يعني. بالضبط هذا هو الجاب بحسب رد المهندس زياد السعيد. بصراحة يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا الآن. يعني غيث، قبل شوي كنا بنحكي موضوع المعلمين والمعلمات، بعضهم اللي بيشتغلوا ببعض المدارس الخاصة واللي عندهم مشاكل وفي عندهم العديد من الانتهاكات، واليوم أول امتحان لطلاب التوجيه اللي هو بمبحث التربية الإسلامية، الله ينجحهم. كان المفروض أنه يكون معنا زميلنا محمد الخرابش من أمام أحد المدارس، مدرسة فاطمة الزهراء المتواجدة بالسابع، لكن مشان التشويش ومشان الامتحان هلأ الامتحان أعتقد هلأ بلش أو ضايله دقيقة أو دقيقتين، يعني الطلاب بيفترض أنهم من قبل نص ساعة متواجدين في القاعات. ف نتمنى لأخت بيان المعدة زميلتنا بيان يا رب الله يوفقها اليوم. آمين. عندها امتحان توجيه، الله يفرحكم فيها يا رب. إن شاء الله نجاح حليف كل الطلاب اللي تعبوا، كل الطلاب اللي اجتهدوا، كل الطلاب اللي سهروا الليالي حتى هاي اللحظة اليوم. يعني هذا موضوع امتحانات التوجيه وهذا الوقت تحديدا مهم جدا لأهل الطلاب، مهم جدا للطلاب. اليوم هذا الامتحان بيحدد مصير العديد من طلاب التوجيهي، وين راح يكون مستقبلهم. يا رب ينجحهم، ويا رب يعني هيك يتذكروا كل هاللي درسوه ويكتبوه بشكل صحيح. بس قبل ما ننهي برنامجنا، في أخونا معاذ بعث لنا شكوى تتعلق بالمياه. على ما يبدو إحنا سكان المشارفة سكان الأمير هاشم حي الفخورة مقابل مسجد صلاح الدين الأيوبي، شهر ونص بالضبط المي ما وصلتنا، ويمكن 10,000 اتصال صرنا شاكين ومتواصلين مع سلطة المياه وعلى الفاضي. يا معاذ رقمك عنا، وإن شاء الله شكواك الآن بتصل للمياه ونشوف شو مشكلة المياه اللي فعلا صار لها فترة بكثير مناطق عم تنقطع. والله يا أخوك أنا عندي منطقتنا نفس الشيء، كل صلها أسبوعين ما إجت المي، ما بعرف شو القصة. بس بوعدك إن نتابع هذا الموضوع ونشوف شو حله. اليوم الحلقة كانت مليانة بالمواضيع والملفات والحالات اللي تابعناها من الناس، خصوصا فيما يتعلق بملف المعلمين والمعلمات خاصة، وأيضا تعرف الكهربائية. هاي قصة تانية صراحة، يعني أنا بتحفظ عليها لحتى نشوف. هلا هو هذا القرار رح يكون بشهر 7 التنفيذ، لأنه لسه الأسعار والأسعار التعريفات لسه ما بينت، بس لحتى نشوف بداية الشهر الجاي رح تكون. لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت معكم أنا ساشا الحسامي وزميلي غيث الرقاد، نلتقي غدا بإذن الله. بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية. كل ما شمس الصبح بتطلع والأمل بسمانا يلمع، صوت الأردن عالي منسمع ونلبي على طول، احكي همك لا ما يهمك احنا جنبك منشل عنك، نحكيها هون بكلمة منا أو منك.